الكاتب الراحل هاني الراهب من أدباء اللاذقية جدا جدا تأثرت فيهم. طبعا في كتاب أمريكا اللاتينية، في أنطونيو غالا، في مايكل أونداتشي، جورج أمادو، الكثير. لكن فيني أقول أنه لا، الكاتب حنا مينا كتير بيعني لي وكتير عنالي، بيحكي كتير عن قوة الإرادة، بيحكي كتير عن الكفاح، وبيقول أنه الحياة كفاح في البر والبحر، ويتحدث عن، بيعجبني أنه بيمجد الألم، عن تمجيده للألم عندما يقول بأن الألم يسقل وينمي، وهو تحديدا عند ذوي النفوس المرهفة، وهو يعكس الواقع الخارجي في النفس في صور شتى، معذبة ومتعبة لكنها في ذات الوقت مطهرة. يعني أنا يعجبني هذا الكاتب في أنه يمجد الألم. أنت عم تتألم، لكن هذا الألم حوله من رصيد سلبي إلى رصيد إيجابي، ما تخليه يكسرك.